السلام عليكم. اليوم رانا في الحراش ورانا بصدد الكلام عن مشروع التوسيعة نتاع الطريق السكك الحديدية، طريق القطار نتاع السكك الحديدية الذي يقع بين محطة الحراش باتجاه محطة وادي السمار. وهنا رانا فوق الجسر اللي يعبر من الحراش باتجاه منطقة الكاليتوس والمنطقة الصناعية تاع الحراش ومحطة سيدي رزين. إذن هنا نزيد نهبط هنا نشوف الحالة تاع الأشغال تاع التوسيعة، إذن تاع الخط السكك الحديدية التي يقع على مستوى مدينة الحراش. وفي الحقيقة هنا البداية تاع الرحلة ديالي هنا تنطلق، هنا رانا في نقطة الانطلاق نتاع الجسر الجديد الذي تم إنشاؤه مؤخرا، يعني عنده ربما سنة ولا فوق وادي الحراش. وهذا الجسر الجديد في الحقيقة كان مكانه جسر قديم مخدوم بالهياكل المعدنية، قديم جسر راشي وقديم، تم تهديمه وبناء جسر جديد مكانه. الآن راني فوق الجسر، وهذا الجسر هذا الملاحظ هو أنه تم إنشاؤها من طرف شركة صابطة لإنشاء المنشآت الفنية، شركة وطنية إذن لإنشاء، والمعلوم فيه كثير من الشركات، فيه بعض الشركات المتخصصة في إنجاز المنشآت الفنية كالجسور والأنفاق، مثل انجيوا وصابطة وشركة سيرور، يعني فيه شركات في هذا الميدان. وهنا نشوف الجسر من زاوية أخرى اللي يقع على خط التوسيعة نتاع السكك الحديدية نتاع الواقع بين محطة الحراش. نرانا باتجاه محطة الحراش ومن هنا اتجاه نتاع محطة نتاع واد السمار. وليديك أن المسافة اللي تبعد بين محطة الحراش ومحطة واد السمار مسافة تعتبر كبيرة، حبذا لو يديروا محطة ما بيناتهم بين واد السمار والحراش، تكون يضيفوا محطة جديدة قد تكون فيها فايدة كبيرة، لأن فيه أحياء كثيرة تم بناؤها في هذا المسار، خصوصا حي كوريفة. أحبذا لو ينشئوا محطة تاع مسافرين في منتصف المسافة ما بين واد السمار والحراش. أترككم تتابعون بقية الفيديو، والسلام عليكم.